اسمها مشكلة طريق الموت. لو حضرتك تسمعوا الناس كانت بتتكلم عن طريق الموت اللي هو طريق ده. الحقيقة أنا بقول لحضراتكم إنه سيتم الانتهاء منه خلال الأسبوع القادم بشكل نهائي. تم يعني تأسيسه وبقى لنا شهر بنشتغل فيه، شهر الأسبوع إن شاء الله، خلال يعني ما كملناش شهر أهو، والطريق بإذن الله هيبقى يعني واحد من أفضل الطرق على الإطلاق في المحافظة. والناس اللي بتشكك في المواصفات هنا، اللي احنا كلفناه بعمايل ده هو احد اكبر المقاولين على الاطلاق في مصر، وعندنا اساتذه من الجامعه بيشرفوا على المواد الخام اللي موجوده وبيشرفوا على اعمال التنفيذ، وباذن الله هيكون واحد من افضل الطرق اللي موجوده في محافظه